محدش هيسكت على مثل هذه الامور، لان الست ماتشات اللي جايه لا تحتمل الاخطاء. طبعا في اخطاء وارده طبعا، ما عندناش مشكله فيها، ولكن حضرتك بتبص في الفار، حضرتك معاك اتنين مساعدين، حكام الفار لازم يفوقوا شويه في هذا الامر. مش كل حاجه على النادي الاهلي نرجع للفار وعلى راي الكوميكس اللي اتعملت كلها امبارح على السوشيال ميديا. الهدف اللي احرزه النادي الاهلي مثلا في الدقيقه 30 يقول لك رجع لي اللعبه كده من الدقيقه 25 والناس تحب ان هي تقعد تتفرج على الكره وهي بتتلعب من الدقيقه 25. وده الحقيقه كلام غير صحيح. الفترة اللي جاية تحتاج إلى التركيز من كل المنظومة الرياضية في كرة القدم المصرية، لأن الست ماتشات القادمة مباريات صعبة جدا جدا جدا، مباريات صعبة على اللاعبين، على الأجهزة الفنية، على الحكام. الحكام دول حكام الساحة وحكام الفار، حكام الساحة وحكام الفار. فيا جماعة من فضلكم، من فضل حضراتكم لكل اللي شغالين في المنظومة الرياضية، سواء أجهزة فنية، سواء لاعبين، سواء حكام، من فضل حضراتكم فاضل ست ماتشات، يجب أن يكون هناك تركيز كبير جدا جدا خلال الفترة اللي جاية.